بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة من داخل سوق أبويرة يا جماعة. النهاردة الخميس 18/4/2024. أخش نعمل لكم تقرير بأسعار الغنم والماعز. صلوا على سيدنا النبي وشدوا حيلكم معنا في اللايكات يا جماعة عشان المشاهدات تعبانة، وإحنا والله بنمشي فوق 60 كيلو عشان نصور لكم الأسعار بتاعت المواشي. والنهاردة دخل لكم على أسعار المزارعين يا جماعة. هنخشوا نشوفوا تقرير كده من أسعار المزارعين والشروات اللي هي بتبقى من برا السوق خارج السوق. خشوا نشوفوا الأسعار كده. صلوا على سيدنا النبي وما تنسوش أخوكم أحمد في اللايك. ده تقرير كامل يا جماعة بأسعار الغنم والماعز. صلى على النبي. دول عليهم خلاف كانوا اشتروا فيهم وفيهم غلطة على ما أعتقد يعني. صلى على النبي. لا مشتروا معاكم علي. قد ليه ما شفتهم ما تقبلتش حماده انا خفت. انا جرام الجدي. الله الصلاه عليه. الجدي ب 7. اول حاجه اشتروا فيها الصلاه على النبي. حاولوا نخدمكم على قد ما نقدر. الله يسلمك يا باشا منورين والله. 10 اللحم دي كم الشراء بالصلاه على النبي؟ 5000 الحكم فيها 11 بالصلاه على النبي. 10,000 بيشتروا فيها لحمة يا جماعة، الحكم فيها ب 11,000 بس دبابة لحمة بالصلاة على النبي يعني. اشتروا فيها لغاية 10:30 يا جماعة بس يعني تبارك الله معي لحم. الله أكبر الله أكبر. طبعا يا جماعة احنا هنوقف على البيعة اللي هي فيها شراء وبيع، يعني هنوقف على البهايم اللي بيبقى فيه بيع وشراء، وفي ناس لسه بتبقى داخلة في السوق فمش هنوقف عليهم. السلام عليكم على المدرس معلم بشير. كام اللي تحتيها جوزة معلم بشير؟ تحتيها جوزة بكام؟ والله لسه بنقول صلى على النبي. وعليه الصلاة والسلام. لسه بيشتروا فيهم. لسه الوقت في البدر يا جماعة طبعا، فبيبقى في شراء وبيع في الوقت دي، بس احنا طبعا ايه عايزين نجيبوا لكم يعني ايه حاجات حلوة. بالصلاة على النبي. خش يا اسطى خش. صباح الفل عليكم. الله مو بيض خال. تحتيها اثنين دي حج؟ دي تحتيها اثنين. كم بالصلاة على النبي اشتروا فيها؟ ما حد اشتروا فيها والله. ما عليهاش فلوس؟ ما عليهاش والله من البيت زيين. والنعي تحتيها اثنين؟ كم اشتروا فيها؟ والله ما اشتروا فيها لسه برضه؟ اشتروا فيها 25 لحم ولا عشر دي؟ دي لحم. الصلاة على النبي اشتروا فيها ب 25. ناركم ابيض ناركم كله رزق ان شاء الله. نور معلم مصطفى مساهم طيب. كم بتشتري معلم؟ يا مسهل يا رب. السوق النهارده طارح يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وانا قاصد برضه اصور الفيديو ده لاني خلاص يا جماعه دخلنا على الحر. احنا في محافظه اسوان وطبعا الجو ما يعلم به الا ربنا يعني في محافظه اسوان، فالجو حر فالسوق هتلاقيه من الساعة 9:30 10 هتلاقيه لم، فاحنا عشان كده قصدين ان احنا نصور بدري النهارده.
نور عم محمد، صلاة النبي عليك. كام عم محمد كام وكام؟ بالصلاة على النبي، البيع والشراء فيهم 14,000 الاثنين دول يا جماعة، هم خروفين يتكملوا للعيد يعني. خروفين حلوين وقدام يا جماعة. كل سنة وانت طيب يا حاج. طيب يا باشا، يا اخبار حاج مبارك فل. تدينا خلفية كده على الاسعار. شوف يا عم اللي عايزها، خلينا كده النعية دي تحتيها خروف. دي لا دي مش تبع والله. مش تبع، كاين اللي تبعنا طيب هنا. هذا خروف الاسود العماني. كام الاسود دي؟ 81 8100 يعني يا جماعة. ما شاء الله الله، هات الوسع. الصلاة على النبي. 8100 ده. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي. بلدي يوكل يا عم. بلدي يوكل. ايه في تاني معانا في الفرشة هنا؟ الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. في النعي جامد، هات رمضان النعي جامد. تحت والدة دي؟ والدة وراها ثاني. هي دي والدة يا جماعة، نعي برديسي حاجة نظيفة. تحتيها نتاية ب 11.5، ما أصلنا ولا قبل؟ فيها 10 ثاني. فيها 10 ثاني؟ الصلاة على النبي. ب 11.5 يا جماعة. ما أصلنا ولا قبل؟ لا على الأول. قافلة على الأول يا جماعة. انتهيتها حلوة ب 11.5. الصلاة على النبي تبارك الله. إيه ثاني حاج؟ زي اللبن والله. بارك فله بالصلاة على النبي، بارك كله رزق. واحدة والدة لبنية 73، هات والله الوالدة اللبنية. أول بطنة. هاي لبنية يا جماعة تحتيها انتاية بكام؟ 71؟ 73 يا جماعة. 7300 بالصلاة على النبي. ما شاء الله الله أكبر. بالصلاة على النبي. عامة يا جماعة عم محمد بيبقى معاه، بصوا فرشة يعني إيه اللي أنت عايزه، في نعي لحمة، في نعي والدة، في في خرفان قاني، في خرفان لحم، ماعز جديان، هذه الماعز ورا. بالصلاة على النبي. نسيب التليفون على محمد 0111 92 872 13. الله يوسع عليك. زي اللبن. وعلى الفلة عم وحيد، ابو الفلة نهارك ابيض حق، الله يبارك فيك. سو كله خير النهارده ما شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك، انتم بتتفرجوا يا جماعه. اللهم صل على النبي. ازيك يا معلم نور؟ كام الاثنين دول معلم بالصلاة على النبي؟ 57. ذكورة ولا انت امه؟ 57 حلوين دول يا جماعة بالصلاة على النبي. 5700 ذكرين. هم ذكرين ب 5700. أركم أبيض خال. تحتها ذكر وأنت عادي. كم صلاة النبي؟ 11,000 تحتها ذكر يا جماعة. نعي برديسي بالصلاة على النبي من المال الطيب. والثانية تحتها إيه حي؟ الثانية تحتها إيه؟ يشرب 12.5 فيها. تحتها إيه؟ وراها انتاية. وراها انتاية اشتربوا. كسر اليوز. كسر اليوز. تحتها انتاية بالصلاة على النبي 12.5. منورين عم صلاح. كل سنة وأنتم طيبين. لا جمعة مع جمعة، خليك على جمعة بعمة بيضة، خليك عشان احنا اخذنا الاسعار. خلاص احنا اخذنا الاسعار. كل سنة وانتم طيبين. واشتري محابة البيت بقول باربعة تلق. نور عمدة صباح الفل. كام الاسود ده معلم؟ مع الحج. الصلاة على النبي. عمي منور الدنيا والله. والله لسه بنستفتح. الله يوسع عليك. نارك ابيض. جيلك تاني انا. ايوه انا قلت عشان الجو حر اهلي من قبل السوق. معزة يا معلم؟ كم عليها دي؟ لسه. يا مسهل الله يرزقك. ثاني اداره عمي لقطه هنا. صباح الفل. صباح الفل. الصلاه على النبي. رميسه دي كم بالصلاه على النبي؟ 67 دي بالصلاه على النبي. منورين حي. ثاني ده خروف؟ خروفه. كم بالصلاه على النبي؟ 48. 4800 يا جماعه. 4800 ظل ده اداره ده. الصلاه على النبي. كم الاسود ده معلم؟ 9000 دي يا جماعه. الصلاه على النبي. خروف يوقف للعيد للضحية كويس يعني. لو عايز لك حاجة من دلوقتي توكل وتشرب على يدك. 9000 ده جد يا معلم؟ جد يا معلم. كام بالصلاة على النبي؟ 27. 2700 يا جماعة. ده دي رميسة؟ 45. الصلاة على النبي. وكام التليفون لحد عايز له حاجة معلم؟ نعم. تليفونك لحد عايز له حاجة؟ 011 443 14 790. نهاركم كل رزق إن شاء الله. صباح الرضا. الله يوسع عليك يا رب.
الصلاة على النبي تحتيها اثنين ده معلم؟ كام بالصلاة على النبي؟ صباح الفل عم كمال، نارك أبدا معلم، الله يوسع عليك، نارك كل رزقه معلم. فيها فصال 24 ألف، الصلاة على النبي عم. فيها عشرة ثانية معلم؟ بس هات لو مش هتخلى هي سواني كده. فيها لبن هي على كده. الصلاة على النبي عم، وريني سنها كده معلم. كسر أربعة؟ افتح كده كويس. كسر أربعة والله. والله مشيها كده معلم معلش. الله بالصلاة على النبي يا جماعة، نعية تعمل أي بيت، تحتيها ذكرين. بصوا 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 الزق، وبصوا الزق والزق، شايفين الطروفة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وكسر أربعة يعني دي، ومش هتخلى من العشرة يا جماعة، مش هتخلى من. بصوا الزق يا جماعة، بصوا الزق، صلاة النبي تبارك الله. كم رقمك لحد عزة معلم؟ 031 7 40 50 6 60. اسم الكريم؟ ابو الفضل. ابو الفضل، ابو الفضل، ماشي ابو الفضل، الله يوسع عليه. يا جماعه نعيه تبارك الله ب 24000 يا جماعه، خرفانها يا جماعه، خرفانها على وضع السوق. 7 و7 14، وهي عشان كاسر 4 مش هتخلى من العشر، ان شاء الله مش هتخلى من العشر يعني. النساء سالحه مع خرفان هتبقى عليك ب 10000، بس هو بيقول اشتروا فيها ب 24000 وما مرضوش يبيعوا. طبعا انت بتشتري يا باشا، حاول يعني نازل وطالع يعني، ها فهمني انت، تبقى حواليها ناس رامي عودانها، انت ايه انت وبتشتري تقعد تهز يعني، تهز على قد ما تقدر في الشروات اللي انت بتشتريها دي. اول حاجه. للحاجه الثانيه يا باشا، اخوك احمد بيصور لك، بيروح يجيب لك البهيمه النظيفه، بيصور لك البهيمه النظيفه، وبيسيب لك رقم تليفون الراجل، وما بيبخلش عليك. انا قادر ما اخدش الرقم، خلي بالك منه، بس انا عشان ما ابخلش عليك وعشان انت تستفاد كمشاهد انا بسيب لك الرقم، تمام؟ فما تبخلش علي بلايك وتطلع لي الفيديو ده، الله يرضى عليك، وكل عام وانتم بخير. كام النعجه ده معلم؟ يا مسهل، الله يرزقك يا عم. معلم عبد الرحمن معلش جيت اخر الفيديو هذا النهارده. كل سنه وانت طيب، الله يبارك فيك. يا عامل معلم كل سنه وانت طيب، الله يبارك فيك يا حجة، الله يخليك. ايه معانا النهارده؟ والله معانا النعجه اللي وراها جوز. صلاه النبي عم، حاجه حلوه طيبه بالصلاه على النبي. ايه خلفها معلم عبده؟ ذكر وانتهى يا جماعه. مع سن ولا قافله؟ مع سن ولا قافله؟ قافله بالصلاه على النبي، تحتيها ذكر وانتهى، حلوين يا جماعه هم، الصلاه على النبي. كم معلم عبدو؟ والله لسه ما حد اشترى فيه خالص. لسه داخل، انا شايفك يا معلم. الصلاة على النبي. دي رميسة كسر جوز. وديك ودول اثنين عشائر يا جماعه كسرين جواز دول. ودي لحم التالتة دي اهي. ودي لحم التالتة دي. دي اللحمة معلم عبدو صح؟ الصلاة على النبي عم. تبارك الله. ايه سنها اللحمة معلم عبدو؟ لسه قافلة يا جماعة، والاثنين التانيين مجاوز باين؟ مجاوز وعشر. فيهم شراء ولا لسه؟ لا لسه، لسه. انا شايف السحب قليل لسه لسه لسه، ان شاء الله ربنا يسهل، ربنا يسهل ان شاء الله. احنا برضو احنا صورناهم وهننزلهم في اول فيديو النهارده باذن الله. في حاجه ثانيه معاك في ماعز ولا خرفان؟ لا لا ماعز معي. طب نسيب الرقم معلم عبده؟ 011 011 5 8 8 8 8 4 0 9. لغايه ما الفيديو ده ينزل معلم عبده هتبقى سمعت فيهم بيع وشراء. اللي طلع طلع، واللي ما طلعش يا عم الحاج ربنا يسهل فيه في الايه؟ في الدنيا النهارده في القناه. حبيبي يا حاج، الصلاه على النبي، نارك ابيض، نارك ابيض يا حاج. صورتها في سوق الثلاث دي بالصلاه على النبي تبارك الله، تحتيها ذكرين وانت عادي صح؟ صلاه النبي. كم وصلت؟ 18700 بالصلاه على النبي. خدتها ب 200 يعني؟ ايوه خدتها ب 200. اهي يا جماعه النعجه اللي تحتيها ثلاثه دي، كان تحتيها ذكرين وانتايه، صورناها في سوق الثلاث، نعجه قافله على الاول وادي الخلف بتاعها بالصلاه على النبي. برضو عشان ايه؟ لا يكون حد عزه ولا حاجه. كم الرقم لحد عزه حي؟ 031 919 بعدين يا حج 76 4-0. ماشي ماشي يا عم حسن، الله يوسع عليك. هذا يا جماعه السوق كله بالصلاه على النبي تبارك الله، اللهم صل على النبي. ده التقرير الاول بتاع الغنم والماعز، ما تبخلش عليا بلايك عشان انا والله بقطع 60 كيلو عشان خاطر اصور لك الفيديوهات الحلوه ومتعك بالاسعار والغنم والماعز كانك قاعد في البيت. كل اللي عليك، مش هقول لك شارك لي الفيديو عشان في ناس ما بتشاركش، بس اعمل لي لايك. كل اللي عايزه منك لايك للفيديو، خلي الفيديوهات تطلع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.